اليوم رح نحكي عن الخشب المعشق أو المطعم بالصداف، وهي يمكن عم نشوفها بالآونة الأخيرة عم تدخل بكل المجالات اليدوية. صدف له يمكن ميزة خاصة مع الخشب، ويمكن نحن وصغار يمكن ما في حدا ما عنده صندوق صغير خشب وعليه شوية صدف. والجميل أنه اليوم المشروع يمتلكه شاب حسين الراز، رح يحكي عنه بشكل موسع أكثر خلال رحلتنا الصباحية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك بدايه، عن ايمت بلشت بهذا المشروع، وهل هو يعني فينا نقول انه توارثته هي المهنه او لا تعلمتها بعدين دخلت فيها لهالمجال؟ هلا بلشت بالمشروع من سنه 2006 ولا تعلمته تعلم، ويعني والدي مو بهذا المجال بنوب، بس أبدأ. بابا ما في حدا من العائله لا لا لا، بس ابي هو مجال ادوات منزليه. تمام. بلشت انا بالمشروع بالخشب، هذا الصدف طبيعي من البحر بيجي. تمام. و طعمناه بالخشب الجوز الطبيعي، يعني خشب جوز. تمام. هذا الصدف بيطلع من البحر، طبعا له عده مراحل لحتى يصير بهي الجوده وهذا اللون وكذا، ودمجنا هو هي مثل ما بيقولوا انه مهنه قديمه كثير من عهد العثمان. صحيح. تمام. بالمساجد وكانوا بالقصور كانوا منزلينها، فانا طورت هذا الموضوع بالخشب وطورته لحتى ساويته اواني منزليه. يعني عم نشوف قطع مودرن اكثر، نحن متعودين الاعمال الصدفيه معروفه، اعمال تراثيه، كراسي وطاولات صناديق خشبيه، صناديق خشبيه صغيره، لانه بعتقد كلياتنا عندنا بالبيت شيء هيك بيشبه الخشب والصدف. خلينا نحكي عن يعني هيدا المشروع من خلال الموديلات، يعني انت عم تروح نحو المودرن اكثر بس بالحفاظ على الطابع التراثي. تمام. اليوم هون تمام. الافكار كيف جمعت انا بين فيها؟ الشرقي والغربي. هلا الشرقي نحن عندنا انه صدف وخشب. تمام. بشو اسمه طاولات كراسي، قام انا جمعت حطيتهم صواني. هذا بلكسي. هذا البلكسي اجود من الازاز، ما بينكسر. تمام. مقاوم للحراره، مقاوم للصدمات، اهون من الازاز. وجمعت بين الخشب، يعني خشب جوز هذا، طعمته بالصدف وزودت عليه البلكسي، وصار هيك اواني يعني منزليه. وبنصح المراه والله انه تستخدمه، يعني هلا اجوى بجود بسعر الازاز وبتكلفه الازاز. بس انت هلا انت عم تحطي عندك شيء، عندك تراث شرقي عربي قديم، يعني مقتنيات بالبيت حلوه كثير، المراه بتنبسط فيها. هلا مثل هاي علبه بلكسي، تمام، بنحط فيها تمر، جوز، بهارات، وعليها خشب الغطاء، خشب جوز، ومطعم بالصدف، وفي عليه قصدير. هذا القصدير كمان كمان دخلته، كمان مو موجود حوالين الصدف، غير الصدف في هذا الخط. هذا قصدير معدن، هذا دخلته كمان ما كان موجود. بالاضافه اللي بايدك بروش، هذا بروش كمان خشب جوز ومطعم بالصدف. تمام. هذا بروش بنحط هون، كمان هذا ما كان موجود، كمان ضفته. هذا بين الشرقي والغربي. وفي هي والله خير وحافظا كمان هي تعليقه على باب البيت كمان. هيك يعني. طيب خلينا نحكي شوي. اليوم مثل ما بنعرف هي الحرفه هي حرفه قديمه كثير، واليوم لحتى ندخلها بهذا الشكل المعاصر بدها تجارب كثير. يعني الواضح انه انت مفكر وعامل تصاميم وتجارب معينه. صحيح. لحتى تطلع لك كمان بصمه مميزه مختلفه عن الشيء اللي موجود. صحيح. صحيح. بالسوق. صحيح. يعني ممكن نلاقي هيك شيء بالسوق بس ما يكون اصلي، يعني يكون تقليد مثل ما بيقولوا قشره او الوان او طباعه، احيانا بيكونوا طابعين لون من هذا الشكل ولكن هو اصلا ما له علاقه بالصدف. الصدف انه قشره او صدف. هلا هذا انا حاطط صدف وشين اسمه وشين ابيض. هذا بيجي يعني بس بقعه واحده من علبه المحار، صدف المحار. الباقي اللي عم تقول عليه القشره من برا، صح، بتغير لونه مع الزمن، بتنقشر بتطلع من محلها، اما هي لا بتيجي رابصه وبتيجي مع ماكنه. وفي ناس صاروا يعملوها طباعه، يعني صحيح هي بس صوره. هذا الكلام صحيح، يعني مثل ما بيقولوا بلشوا يعني انه يعني يسيئوا للمهنه، وهي المهنه والله عريقه وقديمه.
يعني حرام انه تنتزع او يصير فيها اي شيء. وجميل نسمع الحديث منك، يعني شاب عم يحب يحافظ على الاعمال التراثيه اليدويه، لانه بتلاقي مو اغلب الشباب اليوم عم يكون في توجه للحفاظ على هي الحرف التراثيه الجميله. خلينا نحكي عن الموديلات، يعني لما نقول كيف تعمل هي الموديلات، ممكن حدا يوصيك انه انا بدي ديزاين معين، ولا انت كمان لحالك، او بتتم عمليه تشاركيه بين الطرفين؟ لا، في 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 عالم يعني بتقول لي انه انا مثلا بدي موديل معين، ورده شاميه، ياسمين الشام مثلا كذا، في هيك قصص. وفي لا، انا يعني ببتكر يعني موديلات، وببتكر مثل حتى بدخل الوان. يعني هلا انت انتبهتي في صدف بيجي الورد الياسمينه فيها هي صدف ابيض، ودخلت عليها صدف اخضر، وفي منه صدف بيكون لونه اصفر، مشان تطلع هيك رونق جديد. يعني مثل ما عم تقولي انه بغير بالموديل، ببتكر شيء مو موجود، بحط الغربي مع الشرقي. هذا الشيء كمان قليل. يعني هلا نحن كلياتنا عم نشتغل بس شرقي شرقي شرقي، قام ضفت عليها هي القصه، ابتكرت موديلات جديده. حتى هلا هي مثل عندك الشنطه هي اللي بلكسي، هي يعني شنطه كامله موديل جديد، هي شنطه بلكسي. خلينا نشوف على الهواء. غريبه يعني احنا طلعنا عن المألوف، عن الشنات العاديه الجلد ما الجلد، حطينا هيك يعني سبور سهره كذا. هي كمان ابتكرتها، هي ما كان حدا عم بيعها ولا حدا عم لا بفكر فيها. يعني هلا انت لما تشوفيها بنت حاملتها بتقول شو هالشنطه، اما هي شنطه جديده موديل عمليه الله عمليه لا ما بتزعم، لانه بتعرف مشكله الصبايا دائما الشنطه ما بتقعد فتره طويله. واكثر شيء بتلاقي عندها الشناتي اهم شيء. بس يمكن الاحجام، فكرت تعمل احجام ديزاينات مختلفه؟ لا، حجم اكبر من هيك ما حلو. يعني هذا الحجم مناسب للصبيه وكذا وهيك. نحن ما بيمشي الحال مع نحن الشنطه اذا ما كانت الادد فكرة عينك ما بيهم. ايه، وعمليه مثل ما قلتي عمليه عملية. وحتى العلب هلا انت في كمان الصينيه، كمان هي البلكسي على العلب، كمان هي صينيه بلكسي، هدول بيجوا طقم ثلاثه سوا مع الصينيه. يعني مثل ما كمان هي الصينيه بلكسي، انا بس بدي فرجي كمان الصينيه لانه من جوا مزخرفه كمان لحالها، غير هذا كله تصميم وشغلي. هذا طبعا بينحفر على الليزر وبيشتغل كذا. كمان مقاومه للحراره، مقاومه للصدمات، منيحه ماكنه يعني. مثل طيب كيف اليوم بتسوق لاعمالك، من خلال بازارات او عبر صفحات السوشيال ميديا؟ في بازارات وفي السوشيال ميديا. مستلمته انسان يرمي توجاش، هي مستلمه السوشيال ميديا، هي اللي بتسوق عليه، وبالبازارات اكيد. نتمنى لك كل التوفيق. كنا سعيدين اليوم بانه نشارك طبعا مشاهدينا بهذا المشروع الحلو اللي بيحفظ بين التراث، وكمان بيعطينا شوي من اللمسات الحداثه، مواكبه طبعا خطوط الموضه دائما بكل شيء حتى بالادوات المنزليه. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا على استضافتكم.